المرسل العين ألف يقول: ما حكم المسح أو الإشارة إلى الركن الجنوبي الغربي للكعبة المشرفة في أثناء الطواف؟ وكم عدد التكبيرات التي تقال عنده وعند الحجر الأسود؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الركن اليماني يستلم باليد إذا تيسر ولا يقبل، فإن لم يتيسر فإنه يمضي ولا يشير إليه. وأما الحجر الأسود فإنه هو الذي يستلم ويقبل ويشار إليه إذا لم يمكن الاستلام، يشار إليه ولو من بعد، ويقول بسم الله الله أكبر عندما يحال الحجر ويشير إليه أو يقبله ويستلمه. نعم.